دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلفاء أوكرانيا إلى التوقف عما وصفها بالمشاهدة، وطلبهم باتخاذ إجراءات للتعامل مع وجود قوات من كوريا الشمالية في روسيا قبل أن تبدأ هذه القوات في مواجهة بلاده في القتال، وفق ما قاله في مقطع مصور نشر على تطبيق تليجرام، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ حققت تطورا كبيرا في مجال الأسلحة وتدريب على القتال. وقال زيلينسكي أن أوكرانيا حددت كل موقع يتمركز فيه جنود كوريا الشمالية في روسيا، مشيرا في حديثه إلى أن الحلفاء الغربيين لم يزودوا كييف بالأسلحة بعيدة المدى اللازمة للتعامل معهم.